ختام المرحلة الأولى لفعالية المساحات الآمنة والصديقة للطفل في محافظتي عدن وصنعاء، يتلقى الأطفال دعماً نفسياً من خلال أنشطة ترفيهية تقام داخل هذه المساحات الآمنة، مستهدفة 4 مديريات في عدن بمعدل 15 مساحة آمنة. مشروع المساحات الآمنة والصديقة للطفل بيهدف بشكل أساسي لتقديم أنشطة ترفيهية وأنشطة الدعم النفسي للأطفال ومن حالة والمؤثرات النفسية التي أثرت عليهم نتيجة للحروب. نتيجة للصراعات والحروب التي تشهدها البلاد، تم اختيار حديقة فيكتوريا في مدينة عدن ضمن المساحات الآمنة والصديقة للطفل بهدف التخفيف من النزعات العدوانية التي أثرت سلباً على نفسية الأطفال. بالفعل كانت حديقة فيكتوريا كمساحة آمنة ناجحة بحكم أنه الأطفال تواجدوا فيها بشكل كبير، وعملنا على توعية الأطفال بالنسبة لل عدة مثل ما قالت توعية زي النظافة، الزواج المبكر، التحرش الجنسي. 16,000 طفلا تم استهدافهم في هذه المساحات الآمنة بهدف إدماجهم في المجتمع ومساعدتهم على تجاوز المشاكل النفسية بالوسائل الترفيهية والألعاب الحركية. قدم لهم هذه الألعاب بحيث أنهم يخرجوا من الجو اللي كانوا عايشين فيه بعد الحرب، اللي لعبهم ألعاب بحيث أنهم يفرغوا طاقات اللي موجودة داخلتهم، سواء كانت طاقات لا إرادية مكبوتة أو طاقات إرادية كانت يعني من أنشطة من فعالية زائدة. مختصون في الجانب النفسي ساهموا في مشروع المساحات الآمنة مؤكدين على ضرورة تلقي الأطفال الرعاية النفسية لتجاوز مراحل الاكتئاب والكبت النفسي. كدور أخصائي نفسي نأخذ الجلسات الفردية تحتاج إلى جلسة، جلستين، ثلاث، أربع، خمس، تستمر. للأطفال في اليمن معاناة أبرزتها الصراعات وخلفتها الحروب، إلا أن هذه المساحات تبقى هي ملاذهم الوحيد لممارسة طفولتهم بشكلها الطبيعي. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.